كما أوضح رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن اتفاق الخبراء خطوة استباقية في إنجاح البرنامج الاقتصادي، مؤكدا أن الاتفاق جاء ضمن توصيات المؤتمر الاقتصادي بأن يكون هناك سياسة مالية واضحة والإسراع بالاتفاق مع الصندوق وإطلاق حزمة اجتماعية. والحقيقة أن الإعلان النهاردة عن الوصول إلى هذا الاتفاق مع صندوق النقد الدولي الحقيقة يعني كان وراء جهد شاق جدا من المفاوضات اللي كانت بقالها فترة، والحمد لله ان احنا نجحنا اليوم في الوصول الى اتفاق الخبراء اللي هي تعتبر خطوة اساسية في اتمام البرنامج الجديد. وعايز اكد ان يعني كل اللي احنا سمعناه النهاردة هو جزء من التوصيات اللي كان المؤتمر الاقتصادي قالها. المؤتمر الاقتصادي اتكلم على يعني ضرورة يعني ان يبقى فيه هناك سياسة مالية ونقدية واضحة، سرعة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، اطلاق حزمة اجتماعية، حزمة من الحماية الاجتماعية الجديدة، واللي كانت تكليف من فخامة الرئيس للحكومة انها تسرع ب يعني اعلانها.